هاي هلو، انا صار لي زمان كتير ما فتحت لايف، كتير كتير زمان. اخر مرة فتحت لايف عملت فيها شي بخص الميك اب توتوريال، وعم فكر قريبا اني ارجع اعمل هيك شي، خصوصي انه انا هلا هاي الفترة كتير عم حاول اعرف اكتر بالميك اب وعم حاول ادرسه اكتر. ما طليت عليكم بشي هذا رمضان، بس عم تابع معكم الأشياء الحلوة اللي عم تطلع. I miss you all. أنا منيحة، أموري كلها منيحة، وإن شاء الله أنتوا تكونوا مناح. فتحت بس لأقول هاي، لأنه كمان الأسيستنت اللي معي على الأكاونت طلبوا مني إني أفتح لايف وأقول هاي، فحسيت إنه هذا الوقت المناسب. وشو بدكم احكي لكم كمان، اموري كلها بخير واهلي بخير. عم حضر شي حلو كتير قريبا، ما رح اقدر احكي عنه اكتر هلا، لانه اذا بدي احكي لكم عنه لازم اكون متأكدة منه 100%، وهلا لسه بده شغل كتير. و I'm so excited. اهم شي انه سون رح بلش اطلع اعمل فيديوز بتخص الميك اب توتوريال ونحكي اكتر عنهم. في شي براسي هيك جديد حابة اعطيكم فكرة عنه بخص البيوتي وبخص الاشياء اللي لها علاقة بالبشرة وهيدي الامور. مبدئيا خليني افرجيكم كوكي، ان شاء الله تكونوا حبيتوا قصة شعري الجديدة، انا حاببتها كتير. رح افرجيكم كوكي الصغيرة اللي عندي. هلا هاي، كانت نايمة بس شوفوا شو قمر. هلو هلو ساي هاي. هلا ما بدها شكلها بيضحك صح؟ شي سو كيوت. هلا صار عمرها سنة وشوي، ويعني ما بتصدقوا اكتر شي عم يجيب لي السعادة بالحياة. بس حبيت لكم هاي، سي يو وباي. سون رح ارجع افتح اكيد. كيف بيطفوا هاد كان؟